التعاون ديالنا كتصنع السرج المغربي الاصيل ولوازم الفراس والفارس. بالنسبه للسرج كتصنع السرج والعظم والترشيح والركاب والفاس، وكنخدموا في التعاون عده نساء وعده رجال. هذه الصنعه هذه بالنسبه لصناعه السروج التقليديه كاين فاس وادزم مراكش الدار البيضاء. كانت فاس بزاف ودابا ولات في وادزم، يعني كنعطيو واحد الانتاج من مدينه وادزم ولا معروف في المغرب على الصعيد الوطني. بالنسبه للسرج المغربي الصناعه ديال وادزم دايره في جميع المواسم والمناسبات. بالنسبه للخياله كنصنعوا بالنسبه للعظم هذا اللي كما كتشوف مصوب من الجلد ديال البقر ومن العود، وبالنسبه للسرج كيتصايب من الصم ومن الجلد ومن الحرير من عده لوازم. والسرج كيخدموا فيه عده ناس اللي منهم الحداده النجاره، في عده ناس وتعاون فيها أكثر ديالها النساء. وكندورو في المواسم وفي جميع المعارض. بالنسبه للمعرض ديال الفرس كنمشيو له كل عام، والمعارض ديال المعرض ديال الاقتصاد الاجتماعي تضامن مدينه وجده قفيتين خدينا في جائزه بالنسبه لصناعه السروج. وكنجيو للمواسم بالنسبه بحال دابا كما كنتواجدوا في الموسم ديال المنزه مدينه الرباط. بالنسبه للميناء كنزاوله دابا شي 25 سنه باش كان وانا في هذا الميناء. هذه كنصنع السرج، كنخدم في هذا السرج الصغير وخدامين فيه والحمد لله، وغادي في التطور بالنسبه للسرج المغربي. تنبيعوا هذا الشيء ديال الحوايج ديال الخيل ديال التبريده، وتنعوضوا هذا الشيء ديال الحياك ديال التبريده في الابيض ولا في البيض والسرمني، هو الاهم هو البيض. تنعوضوا هادشي ديال القفات المطروزين بالكاترفيل، تنعوضوا المضام باش يديروا فوق الحياك مغلفين مزيانين بالحرير، تنعوضوا الجلالب، تنعوضوا هادشي ديال الرزات ديال الخيل في الابيض وفي الابيض والكحل، وكنخدموا هادشي على كل تيبغيو للخيل تيصيبوا عندنا موجود باذن الله تعالى. تعال زعما تيقولوا انه ما تكون ما موجودش عندنا كلشي تيكون. هاد المهنه هادي عندنا وارثينها ابا عن جد، والدينا وجدودنا وسميتو، وتحنا تبعنا هاد الحرفه هادي اللي هي التراث ديال المغرب. كنفتخروا بها وكنزاولوا هاد المهنه هادي سنين هادي. لقينا والدينا خدامين وبقينا خدامين معاهم في هاد الحرفه. هاد الحرفه بدات شويه كتنقارض من ناحيه الدراري الصناع، باش نعلموا الدراري الصغار وشي حاجه ما بقاوش كيتعلموا لينا الدراري، كيبغيو يمشيو يقراوا وما بقاوش كيصبروا لهاد المهنه، لان حرفه ضعيفه ماشي شي مدخول فيها كثير وشي حاجه، خصهم لها يكون صبار ويزاول هذه المهنه بنزاهه ويكون عنده ضمير ديال المهنه. المواد اللي كنخدموا بها المكاحل كيخصهم يكون الجعب صحيح، كنصيفطوا له كيجينا من برا، والعود تيكون شي عود صحيح ديال الليطر، وزنادات تيكونوا مزيانين، وكنصاوبوا هذا الشيء وتربطوا بالنقره، وكاين اللي كتربط بالمعدن، كاين اللي كتربط بالنحاس، وكلها العشق ديالو في هذا الميدان هذا.